جديد الحوار هو تحول فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى فريق للمصارعة المفتوحة والرفع بالقرارات والنقاض إلى رئاسة الجمهورية دون إجراء التصويت النهائي عليها. هذا ما حدث في اجتماع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بحضور لجنة التوفيق. طبعا اتينا الى هنا بعد ان تم توقفنا فتره طويله وحيلت الى لجنه الى رئاسه المؤتمر ثم الى لجنه التوفيق ثم الى لجنه مسقره ثم الى ولكن الفقيه علي على الفقيه رجعنا الى الان ما شفنا شيء جديد. تم رفع تقرير المصالحه الوطنيه والعداله الانتقاليه الى لجنه التوفيق قبل اكثر من شهر للفصل في جزئيه معينه، كنا نقول انها تخالف المرجعيات وتخالف النظام الداخلي، لكن لجنة التوفيق تعاطت مع التقرير إجمالا إلى النهاية ولم تعيد لاستكمال التصويت عليه مادة مادة، وفوجئنا أنه يوم أمس اتخذ قرار بإعادة التقرير للتصويت عليه إجمالا وبالموافقة. التصويت على القضايا التي تضمنها التقرير بشكل حزم أو نقاط منفردة كان محور الاختلاف وعدم موافقة معظم أعضاء الفريق بكونه مخالفا لنظام الحوار ولائحته الداخلية، معتبرين إياها اتجاها مستمرا إلى الأخطاء المستقبلية واللعنة التاريخية التي سيخلدها الزمان. كان التصويت حزمة واحدة، يعني هو الالتفاف على الدليل، دليل مؤتمر الحوار الوطني والنظام الداخلي أن التصويت لازم يكون فقرة فقرة، وهم يريدوا التصويت عليه حزمة واحدة بهدف تمرير بعض الأشياء التي يعني ممكن أن تكون فتنة أو ألقام في المستقبل في 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 المجتمع وفي أيضا الفترة أو الفترة السياسية القادمة. يبدو أنه كان في إصرار أنه نصوت حزمة، فالتصويت عليها حزمة سيخلق ضجة داخلية وخارجية وإحنا في غنى عنها. ممثلو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عبروا عن استيائهم من موقف بعض الشخصيات في عضوية ورئاسة الحوار، مستغربين من بعض القرارات التي لا تعبر إلا عن أفراد وأحزاب، منتظرين من رئيس الجمهورية الفصل في التقرير الذي أحيل إليه كونه رئيسا لمؤتمر الحوار. نحن في المؤتمر الشعبي العام نحاور لنا أكثر من 4 شهور حول هذا التقرير، وهناك مؤامرة على هذا التقرير من قبل أطراف المشترك ومن قبل لجنة التوفيق ومن قبل نواب هيئة رئاسة الحوار. حقيقة اليوم احنا استلمنا التقرير النهائي لفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية على أساس أنه يتم استعراضه ومناقشته أيضا والتصويت عليه، لكن نفاجأ أنهم طرحوا على أنه يتم التصويت إجمالا على التقرير، وهذا حزمة واحدة يعني، وهذا ما رفضه معظم اعضاء الفريق من جميع المكونات، مش مكون المؤتمر فقط او التحالف، انهم من جميع مكونات الفريق، مكونات المشاركه في الفريق. احداث لا تبعد كثيرا عن مؤتمر الحوار في شمال الوطن وجنوبه، يظل فيها المواطن مستغربا من هذه الصوره المصغره التي تصلهم من اعضاء الحوار عن حكومه متهاويه لا تعطي ابنائها اي اهتمام او شعور بالمسؤوليه كما يفيد أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني. محمد شمسان، اليمن اليوم، صنعاء.